هذا الطفيل هذا اللي شين قال له هذا الراضي الليلي كي عاد قاعد يقول قال لي من المحتلة ياك انت كيقول لهم باش هي الصحراء المغربيه الصحراء المغربيه اول دليل اكبر دليل عليه انت هو السليلي كاع انت هو اكبر دليل انت صحراء من قليمين بمعنى عن الصحراء المغربيه ولكن تقول بان قليمين محتله مالكم انتم يا البوليزاريو بالامس رفضتوا ايتوسا ورفضتوا ايت عمران ورفضتوا ايت الحسن كل سكان واد نور رفضتهم يا امس رفضتوهم واليوم تقولوا قليمين محتله بغيتوا الارض ما بغيتوش السكان. السلام عليكم الاخوان حياكم الله معكم اختيكم علي باريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم. أولا الإخوان في البداية كندعوكم تصنتوا مزيان لهذه التسريبات الصوتية بالأخص هذا الفيديو موجه للصحراويين المغاربة اللي كينحاذروا من هذه المناطق اللي غنذكر لكم قلميم طانطان آسا الزاك سيدي إهني طرهايا طنطان هذه المناطق بالضبط وما جاورهما ما كنتكلمش بالمرة على منطقة الصحراء الغربية المغربية اللي كطالب فيها البوليزاريو تعدل فيها وتأسس فيها دولة. غنسمعوا صوتيات أو كلام عناصر البوليزاريو. هذا الكلام غيبيننا بكل ما تحمل الكلمة من معنى حقيقة وفكر وأفكار ونوايا البوليزاريو في اتجاه المناطق اللي انا تكلمت عليهم. الشخص اللي غنركزوا عليه اليوم واللي كيتكلم في هذه الصوتيات هو شخص ينقال له نداي ولد العالم، هو هذا الشخص اللي كيظهر لكم في الصوره بالضبط. المهم الاخوان احنا كما قلنا غنتكلموا على قلميم طانطان اسا الزاك سيدي اهني الطرهايا وهذا المناطق. هذا المناطق في علمكم هما صحراويين يسكنوها صحراويين كما الصحراويين اللي سكنوا في العيون داخل بوشطور السمارة وتلك المناطق، نفس العائلات نفس القبائل نفس الانتماء نفس العرق صحراويين مغاربة، إلا أنه كاين نقطة اليوم غنركزوا بها فقط على الصحراويين اللي تكلمنا عليهم اللي من قلميم طانطان آسا الزاك سيدي إفني. هاد المناطق ما كتعتبرهمش البوليزاريو أنهم صحراويين، قطعا ما كتعترف بهم على أنهم صحراويين، كتعترف بهم على أنهم مغاربة. كتقول البوليزاريو على البوليزاريو كتقول انهم ما عندهمش الحق ولا زاد ما عندهمش قرعتهم في الصحراء المغربيه، ما عندهمش حق بالمره في العيون في الداخله في بوجدور في السماره ما تتكلموش. البوليزاريو كتقول لكم يا اهل طنطان واهل سيدي إفني والطرفايا واسا والزاك وهذه المناطق كتقول لكم ما عندكم قرعه نهائيا في الصحراء الغربيه وما تتكلموش عليها بشرط الا بغيتوا تتكلموا على هذه المناطق وتكون عندكم قرعتكم يعني حصتكم في الصحراء حروا لنا الصحراء الفوقانيه، حروا طنطان وحروا قلميم وحروا اسا وحروا الزاق وحروا سيدي إفني واعطوها البوليزاريو وكذلك غنجمعوا الاراضي كاملين ونعترفوا بكم في ذاك الوقت انكم صحراويين. اليوم انتم مالكم صحراويين؟ هذه في عقليه البوليزاريو وهذه المنطقه بالضبط وزيدوا عليهم حتى قبائل تكنا البوليزاريو كتحمل عليهم حقد ذفين وكره وبغض. ما علمكم يا خوتي احنا لسنا قبليين ولا نفضلوا قبيل على اخرى، اهل التكنة هما اللي اسوا العيون وانا افتخر اني كنتمي لقبيلة او قبائل التكنة. عموما اخوتي احنا المغاربة جميع ما كنفرقوش نهائيا بين قريميم وطانطان واسا والزاق وسيدي إفني والسمارة والعيون والطرفاية وبوجدور وهاد المناطق كاملة مغربية وحتى سكانها والصحراوية كاملين مغاربة. واللي فرقنا حنا داعين الله يأخذ في الحق. غنسمعوا هذا التسريب الصوتي اللي يبين حقيقة وحقائق وفكر بوليزاري وأتباعه على هذه المناطق اللي ذكرنا. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. أهل واد نون معهم الخريطة لا بقى ينطلق منهم الزبل ولا بقى ينطلق منهم الجبهة ولا بقى ينطلق منهم البعر، معهم الخريطة معهم فيها شلوحة بذاك الرقم قاربة ما هم الخريطة. السلام عليكم يا لاباس ياك بخير ياك معافي ياك كلشي بخير. شوف يا الخوف احنا قلناها بالطريقة الثانية ما هي بالنسبة لقليمين وبالنسبة للصحراء اللي تقولوا انتم الصحراء الشمال الصحراء ويقولوا المغرب جنوب المغرب هذا في الاوربانيسم وفي العمران مالتها وفي المغاربه كيلتها وفي مدنهم الشمال نتيجه
نتيجة كنت تعود ياسر من العوامل، لكن ما بتناو ما وخلاو انهم يعودوا صحراويين ومغاربة ما عادوا. هذه القبائل اللي موجودة فيهم، احنا رانا اللي تكلمنا فيه موضوع واحد عن اللي كان في الارض سابق الاستعمار، معروف القبائل اللي كانت موجودة، اللي جابت اسبانيا ودفع جبرت هولاتية تعاملت معاه، هذيك خمس قبائل، وذيك خمس قبائل هي اللي كتبت المغاربة عنها، هي اللي تعنيها الصحراء، قريمين كانت عندهم ولا يعدوها من الصحراء، ودنون ما يعدوه من الصحراء، يعدوهم مقايب، يقير قاعد احنا ما لنا قايسين شي، ابناء هاي المناطق، علاش؟ إذا عادوا يدورهم أنهم يعودوا عن منطقتهم عنهم صحراويين ومنطقتهم صحراوية، على ما يواجهوا عنها، على يوحلوا يوحلوا في روايتنا احنا ما وحلوا في روايتهم، هما مناطق يقولوا عنهم صحراوية، قليمين صحراوي، طرفايا صحراوية، وادنون صحراوي، أسا وطاطا وملحسة يقولوا صحراويين، يا خير هادو ما عندهم ما هو يجون احنا هون يضايقوا معنا هون على ترابنا، نحن نختارهم هما يجيبوا لنا ذيك التراب ويواجهوا من اجله ويدافعوا من اجله. وقال واحد من التركة عنه وقاعد يقول يسول محمد لمين اللي هو من ذيك الارض، وكاتب واحد من مفجرين الثوره وموجود هون عندنا احنا، يسولوا كان الطنطان كان صحراوي، ولعاد صحراوي على يعودوا ما بداوا ثورتهم من فم لما هي مهمه عندهم، على ما تعود مهمه ويخلطوها على الصحراء، المغاربة ما داروهم ولا خارج من هالشي، دايرين وحاسبينهم مواطني مقاربة، غير كم مواطني مقاربة ما قدوا مولي هما ذا اللي تجبر المقاربة في السماء من العمراء ومن المشاريع علاه هما مولي يزنقوا منه. وبالنسبة للقبيلة اللي كنا نتكلمون احنا عنها، قطعا عنها دفعت وعدلت المغاربة اللي ما خارج قبيلة تعدل من اللي عدلوا لهم قطعا عنهم، إذن 3000 ضابط من ذي القبيلة و25000 منهم وقيات منهم واليوماتية شمل العمران ما جبروه في الجنوب، والعمران اللي في الجنوب قبضوا منه داروهم يا بويا في حي الدويرات وداروهم في حي تقولوا انتم العودة ولا حي ما نعرف شنو، هذا جبروا فيه من المروات اللي في بلدهم هما في قليمين ما جبروه فيه، هو باغي نتكلموا عنه. وصحراويين اينما كان عصير ومن اهل الصحراء، تقدر تمني تعود تواجه لي الارض اللي كنت انت فوقها صحراويه واجهه من اجلي، لا تعود همك توكل الله في قرعتي انا. السلام عليكم منتدى الحوار الصحراوي، انت شحالك يا ولد السويه اخي ياك ما عندك باس، هذاك الخطاب قلت عن الوجه للتندوف، ايوا التندوف معهم كيف اللي ذكرنا داي انا قاعد لكن فتحت مولك تنقيد حق غير ما نسيانا دي واحدين جاءوا نحن ونحن جايين لذوك لك ما نعنوا رزقهم تو رزقهم بها الله قد سمعت يقول لك رزق بشي لقارو لهم قارو قال هي خذوا ثلاثة تندوف حق إذا عادهم الصحراء نصقع لك رزقهم جاءوا لهم الله حق ايه وشي ده الرزق الله حق يقول السوي حصل مرحب وسهلة